لبيت وضع اسمك ايه؟ على الرخصه دي من سنه ونص. اسمي هبه خلش محمد. قولي لي يا حاجه هبه ايه مشكلتك بقى؟ احنا دينا سنه ونص بيتنا اتملى ميه احنا قاعدين كان عيد الضحيه حلو بس وجينا جبنا شفنا معين البيت قالوا ده البيت لازم على السقوط عشان هيجي ريح تحت بس جرينا في الاجراءات بتاع يعني مين اللي قال لك ان بيتك هيوجع وروحي هدي ما هو ريح البيت انت جوزك فين؟ تعبان مريض يعني انت اللي بتسعى على البيت معاك كام عيل؟ هم الاثنين دول معاك الاثنين دول بس انت قدمت فين؟ قدمت في مجلس المدينه معايا الورق بتاع الجد الثلاث مرات قدمت في مركز التكنولوجيا والمعلومات ومعايا الشهاده طب اما يقولوا لك ايه يجي على الورق يخلص يقف يقول لك مثلا في عطل الشارع مش عارفه اول مره قال لك في غلط في الورق غيرنا الموقع الصلاحيه تاني جم تاني وقفوا بعتوا لي تاني قال لا ده الشارع قال كاتبينه في الموقع الصلاحيه 8 متر وهو 6 متر عرض الشارع قلت يعني انت عشان خاطر الحاجه دي توقف الورق كله اضطريت ان انا ايه مجدد الورق تاني من جديد قدمت ورق تاني وطلب تاني من اول وجديد. اختي قدمت شكوى ولا حاجه رحت اشتكيت لحد كلمت حد؟ ايوه قدمنا شكوى في المحافظه. حد رد عليكي؟ لا ما حدش رد، رحت قالوا بعد اسبوع تعالي، جيت رحت اسال بعد اسبوع قالوا تروح مجلس المدينه هو هناك يعملوا لك تصريح للبناء. ادي لي بقى سنه ما اجري في الورق كل ما اجري ما وانت عايشه في الحته دي في الكشك ده؟ ايوه عايزين في الكشك ده وربنا رزقني بشوف واحد ناس حلال جايب لي شويه الطلبات دول لما نسترزق منهم. جايمه بس ما ناكل ونشرب هنا وقاعدين هنا وليه.